يابا شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك. يابا هذا الاصفر خطيه طقني نيوكاسل، هو وها شوفون شلون دوران اثنيناتهم طقني نيوكاسل علامات. والله هذا الاصفر التاري الاصفر هسه انا حاط لهن علاج، اثنيناتهم طقني نيوكاسل من هاي اللوت كانت هنا شمرتها والله قضيتها عقضتها لان عدت الحمام، قلت لا تعدي بعد الحمام دني وهذني شو اسمه فردتهن. حلو، فاليوم هو وجو حلو، ايش راح اسوي؟ التور وينهن؟ هذن التور صلوات على النبي. شوفوا يا اهل مبيضة مبيضة التارة التارة مبيضة، اللهم صل على محمد وآل محمد. واخيرا كلوش واخيرا مبيضا تارة مبيضة. خلي على فين حتى تروح تنام على بيضها. خلي اقطع الف من بالقفص وارد ياكم حتى طير التور على هذا الهوا وش اسمه حتى شو اسمه تتونسون عليهم. يلا اقطع وارد لكم. طيرت التور هذا النيج هذا النيج نيج 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 هذا النيج طيرتهم يا اخي. والله ضايج انا هسه على هسه ضايج وفرحان والله هاي كلش يعني ضايج على هاي التارة الصفراء وهذا التار. والله حرامات هذا الاصفر تار طقني وكاسل بس لا يموت، بس عادي عادي ما عليه شيء عالجه. خلي لهن علف وماي كم يوم ويصحن. هذا خلي اذب لهن علف، هو مجوهن علف وشون الدور خطية. وهاي التور بيضين ان شاء الله هسه عند اذن الزوج تو طيرت الهم كل الشرد الهم بيضين بالله نتين هاي مع البيض اي راح. لا والله هاي ليش مو جاي نام على البيض؟ هاي شنو هاي؟ ما ليش فيه مو جاي نام على البيض؟ التور وين راح التور؟ وينهن؟ او وين طاحن هناك؟ والله خلي اقرب يوصلن لولا شافن لولا. والله وينهن هذا النيج؟ والله ما ينشافن. اردن اردن بس هنا ما يروحن. ايوه بس انا هسه هاي النفية ليش ما جيت نام على البيضة؟ شوفوها هاي البيضة نيجي راحت راحت نام عليها. يلا عيفوها تنام على البيضة. خلي وخر عنها نوبانه. هذا اني تورجين يا اهلي وينهن هذا؟ هذا اني ذني 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 يبون زين يعني كان بادن جاني يطير وياهن. والله هسه اتمرضني وكاسل وهسه كلش خنشر هو هذا الاصفر. يلا انا عدي مدام السود بعد بيضين بعد لا صفور ولا شي. وعندي الستلايت بعد ياخذ لي هم شويه ويجهزه بس لهذا الاصفر وهذا الباذنجاني ما راح اخليه هنا، راح اشيله لان خاف هم يعدن الحمام. ما راح اخليه هنا احولهن. شوف جوز راح اليوم العصر
ارتب مكان هنا للخانات، هاي انظفها واخلي الخانات هنا حتى على يعدن الحمام. ليس الدن هذا الباب مال العلف فاكاته توه، وين راح نتور هذن؟ زين شوي طلعت الشمس والله هذن نتور. بعدني ما سويت القفص، اليوم جوز اليوم العصر اسوي. اول شي ابلش بهذا اسوي وانقل الستلايت والهاي والصفر والعنابر، ان شاء الله يجهزن هسه. هذا الستلايت هسه انا عندي سود بيضا هذا هو، والستلايت هم ياخذ لهم شهر هيك ويجهزن توب. هسه هاي اللوت راح اعطيه نباي اللوت، ما شاء الله ماكو هيك يا فعل. انت شوفت الزوج ويابسع، شلت عنها الارفل الزوجة تسوي الحبري، هو راح اعطيها ويعطوني بغدادي. وين التور؟ وين هن؟ هذن التور صار لي انا هم هواي ما مطير هن. هذن يلا يا ولد اقطع وارد وياكم، هم اريد انام منعس انا، ارجع وياكم العصر. هذن التور العصر ارجع وياكم، يلا اقطع وارجع وياكم العصر. هسه خليني شوي يطير انا نزلين وافتح القفص على فين وانزل. يا ابو هاي رديت وياكم وحولت الخانات شلتها منها، خليتها بس صوت الماطور شلتها خليتها هنا. شوفوها هاي على يعدن الطيور هذن مضروبات. اليوم شوف الهواء تراب وهو شرجي، طلعت هاي النثي عن البيض. هنشوف ما بيضت البيضة الثانية، هو باكر تبيضها بيضة واحدة. بعدني هم بالليل افحصها اشوف انها بيضة خوما شو اسمه فاسدة لو خش شي. ولان الطيور اليوم جيت اكمل شو اسمه القفص هذا القفص جيت اسويه، وانه شو اسمه هو وهاي خليته على باكر، وهم صار عندي شغل. فش راح اسوي؟ راح اعلفن اليوم على وقت، لان هو بعد ما اقدر اصعد للسطح، هو وترابه وكل شيء صايرة الشغلة رطينة. فراح اعلفن عشي من هسه واضمن ان هو كلش عالي. ما اريد هاي النثية تروح تنام على بيضات. هي شوف الهوا كلش عالي الهوا شوف. طبعا يا ولد رديت وياكم بالليل حلو، وذن الطيور هاي التارة نايمة على البيض، يا نايمة الفحل لو النثي، النثية نايمة على البيض حلو. وش اسمه شوفوا، هو انا ما صعدت بس على مود انهي الفيديو، اريد انهي. شوفوا صعدت لكم الدنيا ليه، كلش الدنيا مظلمة، صعدت بس اريد انهي الفيديو. هذني وهاي بيضة بلكت باكر تبيض لها البيضة الثانية. هاي برد، وانا اسال صاحبي قال اكو بين حمام اذا بارده عليهن ما يبيضن بيضتين، يعني بيضن بيضه واحده. فوين الله باكر هسه الليله بالليل بيض البيضه الثانيه، وهاك شوفوا حتى جاي تنقط، جاي بدي نقاط راح تنطر. فلهنا نصل وياكم لنهايه الفيديو، لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك بالقناه يشترك، وعذرونا على القطعه لان صار لي يومين ما ناشر، لان تدرون عندنا عرس وظروف. فإن شاء الله راح النوبة انشر مستمر، نشوفكم فيديو ثاني. Goodbye.